مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه نشوف تيفي. طالب القضاء الاسباني السلطات الجزائريه بتزويدها بالمستندات القانونيه اللي كتثبت عدم المصادقه على جواز سفر اللي استعمله ابراهيم غالي بربطوش. واكدت صحيفه لاراثونا الاسبانيه على ان القاضي رافائيل لاسالا يعني قام بتمديد تحقيق في قضيه تزوير الهويه ديال ابراهيم غالي لمده 6 أشهر اضافيه رغم اغلاق الملف نهائيا في وقت سابق. وتجدر الاشاره لأن القضاء الإسباني كان قرر في وقت سابق إغلاق قضية زعيم البوليساريو إبراهيم غالي مع تبرئة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة من اتهامات المتعلقة بتسهيل عملية دخول إبراهيم غالي للأراضي الإسبانية. وكان زعيم البوليساريو خضع للعلاج من كورونا في إسبانيا ما بين 18 أبريل و 1 يونيو من العام الماضي، يعني بحيث دخل بهوية مزورة تحت اسم ابن بطوش قبل أن يعود لاستكمال علاجه في مستشفى عسكري بالجزائر. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.